صباح الخير مشاهدينا الكرام، من مبنى وزارة الصحة مستمرون معكم في تغطية المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقد من قبل وزارة الصحة، وذلك للوقوف على آخر التطورات والمستجدات بالنسبة لانتشار فيروس كورونا المستجد. قبل قليل انتهى المؤتمر الصحفي وتحدث به الدكتور عبد الله السند وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، وتكلم عن الإجراءات التي حصلت منذ أمس إلى هذه اللحظة وعملية المتابعة بالنسبة لمن هم متواجدون في المراكز المعتمدة الصحية في الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة، وأيضا تحدث على بعض الأمور الفنية، وأيضا تطرق إلى موضوع زيارة وفد منظمة الصحة العالمية. وبعد ذلك تحدثت الدكتورة بثينة المضف وهي الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة، وتكلمت عن عند آخر الإحصاءات التي استجدت والمؤكدة بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى نعطي للمشاهدين صورة أقرب حول أبرز النقاط التي أثيرت في مؤتمر الصحفي اليوم. معنا الدكتور عبد الله السند وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور عبد الله صباح الخير ويعطيكم ألف عافية. أبرز النقاط بشكل ملخص حول مؤتمركم الصحفي قبل قليل. نعم، حياكم الله وأسعد الله صباحكم في كل خير. انتهينا قبل قليل من المؤتمر الخامس والذي تقيمه وزارة الصحة بشكل يومي في مبنى وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 1 مارس لسنة 2020، وذلك للوقوف على آخر مستجدات وتطورات انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. يأتي هذا المؤتمر من ضمن حرص وزارة الصحة على التواصل المباشر مع الجمهور الكريم، ومع كذلك انتهاجا لنهج الشفافية التي تعمل عليه وزارة الصحة والذي كان محل إشادة حقيقة بالأمس من قبل منظمة الصحة العالمية والتي كانت في زيارة لوزارة الصحة، حيث أشاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري بالشفافية التي تنتهجها وزارة الصحة وبالمهنية التي تعاملت معها في التعاطي مع هذا الملف، ملف انتشار فيروس كورونا المستجد. أود أن أطمئنكم بأن صحة إخواننا المصابين بفيروس كورونا والمتواجدين في أحد المؤسسات العلاجية في دولة الكويت والتابع لوزارة الصحة بحالة صحية جيدة ومستقرة ولله الحمد، ويتلقون العلاج والرعاية الطبية وفق الجودة المطلوبة. بال24 ساعة الماضية رصدنا حالة واحدة، يبقى الآن مجموع الحالات عندنا 46 حالة. بالنسبة لإخواننا المتواجدين في مراكز الحجر الصحي، فتسعى وزارة الصحة دائما على تلبية ما قد يحتاجونه من مستلزمات، ونتمنى أن تمضي فترة الحجر الصحي 14 يوم أن تكون فترة خفيفة عليهم وأن يعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية مع أسرهم وإلى منازلهم إن شاء الله تعالى وهم بصحة وعافية. بالنسبة لزيارة زارنا بالأمس وفد لمنظمة الصحة العالمية، وكان الدكتور أحمد المنظري كان في ضيافة معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، وكذلك عقد اجتماعا مع الفريق العلاجي الذي يشرف على علاج الحالات. ما زالت وزارة الصحة ماضية قدما في تنشيط برامج الترصد الوقائي، وهو من البرامج التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. نحن نعمل في إدارتنا لهذا الحدث على محاور عدة، محاور الوقائية والمحاور العلاجية بالإضافة إلى المحاور العلمية والإعلامية. أود أن أشيد حقيقة بدور زملاء لنا في مختلف القطاعات في وزارة الصحة ممن لم يسلط عليهم الضوء بالشكل الذي يستحقونه. بالنسبة لزملائنا في مختبرات وزارة الصحة والمختبرات الفيروسية والتي تستقبل بشكل يومي عينات وتقوم بفحصها وتصدر لنا النتائج بشكل يومي، كما أن هناك جهود مشكورة من قبل إخواننا في الطوارئ الصحية والذين يقومون بالتعامل مع الحالات ونقل الحالات من عدة مراكز ومن عدة مواقع ومستشفيات ومراكز للحجر الصحي، ويتعاملون تعامل مباشر مع الحالات. الإخوان كذلك في منع العدوى والذين يقومون بمحاصرة تفشي انتشار هذا الوباء
الأطباء. خالص الشكر لجميع الزملاء ولجميع الأطباء والصيادلة وأعضاء الهيئة التمريضية وكذلك الفنيين والإداريين في وزارة الصحة وكذلك مع الجهات المختلفة ولا سيما الإعلام الذي يتعامل مع هذا الحدث بمهنة عالية. والشكر كذلك موصول لتلفزيون دولة الكويت على نشاطه الدائم ونقله لهذه الأحداث والوقائع أولا بأول وعلى الهواء مباشرة. والشكر لك موصول مننا دكتور عبد الله وكل العاملين في وزارة الصحة، شكرا لك، شكرا جزيلا. يمكن مثل ما تفضل الدكتور عبد الله سند وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حول آخر الحالات المؤكدة والتي سجلت من قبل وزارة الصحة، حالة واحدة خلال 24 ساعة ماضية، يبقى الإجمالي 46 حالة، وإن شاء الله نسأل السلامة للجميع وإن شاء الله نوافيكم في أي أمور تستجد حول هذا الموضوع. شكرا لكم مشاهدينا.